النهارده طاقم التحكيم بصراحه طاقم بقياده الحكم البروندي، واحد من الحكام اللي موجودين في افريقيا اسمه باسيفيك، عمل مباراه كويسه. الطاقم عمل مباراه كويسه، بس قبل المباراه كان في قلق من الفار، وعرفنا انه في الاجتماع الفني، الاجتماع الفني اللي كان فيه الكابتن خالد بيبو كان من النادي الاهلي ومسؤولي مازيمبي، الاجتماع الفني ده قعد ساعتين ونص، ما اعرفش الرقم ده عادي ولا مش عادي، هسال فيه بعد شويه. قعد ساعتين ونص الاجتماع الفني، وكان في كلام كتير عن الفار، والفار لو عطل هنعمل ايه، لا مش هنوقف المباراه، لا مش هينفع نكملها، لا لا، وحاجات كتيره، عشان طبعا انتوا عارفين مازيمبي والشكوك حول مازيمبي طول الوقت طول الوقت. فالاهلي كان قال لك لا والله لو الفار وقف نوقف المباراه. اعتقد انه الكلام ده مش قانوني، يعني الاهلي ما كانش المفروض يطلب ده، طبعا كان في جدال عشان لو الفار توقف لاي سبب من الاسباب زي ما احنا بنشوف، يعني الحكم بيبلغ مسؤولي الناديين وكباتن الفرقتين وبيقول لهم انه مفيش فار فاحنا هنكمل على كده. نفهم اكتر ونعرف كمان رايه في طاقم تحكيم مباراه اليوم الكابتن الكبير كابتن جهاد جريشه محللنا التحكيمي. يا كابتن جهاد مشرف ومنور. كريم مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدينك. الاول رايك في طاقم تحكيم مباراه اليوم؟ بص، باسيفيك نديبي ده حكم بروندي يعني سمعته سابقاه في الاتحاد الافريقي، راجل يعني يتصف بالنزاهه والعداله وحكم كبير، لعبنا افريقيا قبل كده ونجح نجاح كبير، وفي المباراه الكبيره بيظهر الحكم الكبير، فهو حكم من حكام النخبه اللي الاتحاد الافريقي بيعتمد عليه اعتماد كامل، والنهارده بشغله اللي كان في الملعب النهارده بنزاهته بوجوده في الملعب بمنتهى الحياديه نجح تماما في المباراه النهارده. شايف المباراه بشكل عام طاقم التحكيم كان كويس؟ ماشي بصوره كويسه جدا وعمل مباراه كويسه. طيب، في نقطه مهمه جدا عرفناها قبل ما نخش على الهواء، انه الاهلي كان بيطالب انه لو الفار توقف في اي لحظه من اللحظات في المباراه يتم ايقاف المباراه، هل ده كان ممكن يحصل؟ بص، هو طبعا لبروتوكول الفار لو تعطل الفار في اي وقت من الاوقات الحكم بيعمل اجراء اداري ان هو بينده الاثنين كباتن الفريقين ويقول لهم الفار تعطل ودلوقتي من غير فار، ونفس الكلام للجهازين الفنيين بيبلغوا من الفار تعطل، وقت ما الفار بيرجع بيبلغ نفس الكلام نفس الاجراء بيبلغوا من الفار رجع. ليه الاهلي برضه عمل الاجراء ده كريم؟ أيوة. عشان كان في سابقه او اكثر من سابقه في نفس الملعب في اكثر من مباراه الفار تعطل مره واثنين وثلاثه. وبالتالي التصوير اللي موجود ما يساعدش الفار، دي حاجه للتصوير، انت شفت النهارده التصوير كان غير مرضي تماما. نفس الكلام تعطل الفار في اكتر من مباراه في دوري المجموعات ودور الثمانيه، بتتكلم على الملعب نفسه حصل فيه السابقه دي اكتر من مره، وبالتالي الاهلي يعني لما اتكلموا في الاجتماع الفني اتكلموا عشان يحذروا ان ده ما يحصلش في ماتش كبير زي ماتش النهارده. هايل. مبدا التحليل، لكن قانونا طبعا هو مش من حق اي فريق، مش الاهلي بس، ان يتكلم ان انت لو الفار مش شغال ما تلعبش، لا ده في البروتوكول، الفار لو تعطل في اي مكان في العالم الماتش يستمر، بس لازم الحكم بيجي بيعمل اجراء زي قلت لك، لازم يعرفهم الاول ان الفار تعطل، ولما يرجع الفار يرجع. لا بس الاهلي كان محق ان هو بيتكلم على النقطه دي بالذات، لان النقطه دي كانت ملاحظه في اكتر مباراه في ملعب مازيمبي، وبالتالي التصوير ما بيساعدش الفار بيتعطل، وبالتالي بتتكلم ان الاهلي كان بيطالب بحقه، بيطالب بالعداله، بيطالب ان كل واحد ياخد حقه في الملعب وتبقى الموضوع فير والفار شغال طول الوقت، فهو كان كلام من هذا المنطلق، لكن قانونا زي ما قلت لك مفيش ماتش الفار بيتعطل ونقف الماتش على ما الفار يتصلح، ده ما بيحصلش. طيب،